وانظروا إلى حال الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن القيم رحمه الله: كما في إغاثة اللهفان كانوا أحرص الناس على سد الشرك وعلى سد وسائله. اسمعوا، يقول رحمه الله: كما في إغاثة اللهفان، معلقا على قصة دانيال، قال: روى ابن إسحاق بسنده أن الصحابة رضي الله عنهم زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما فتحوا تستر وجدوا قبرا ووجدوا رجلا وإذا به عنده مصحف، يعني كتاب، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعب الأحبار وقال له: اقرأ ما فيها. فقرأ ما فيها فإذا بالرجل نبي الله دانيال عليه السلام، وإذا بهذا الكتاب قد كتبت فيه بعض المعلومات، وإذا به لم يتغير منذ 300 سنة سوى بعض الشعيرات، لأن الشعر في حكم المنفصل، وإلا فإن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، لكن الشعر في حكم المنفصل كما قال الفقهاء رحمهم الله. فقرأوا هذا الكتاب، وكان من جملة ما يفعله أهل تستر قبل أن تفتح أنهم كانوا يخرجونه إذا قُحِطوا فيُمطرون. فيقول ابن القيم رحمه الله على ما ذكره ابن إسحاق: الصحابة رضي الله عنهم حفروا بالليل 13 قبرا لكي يُعموا وضع هذا القبر، فلما حفروا من الليل 13 قبرا دفنوه فيها، ثم دفنوا الجميع من أجل، اسمع ماذا قال ابن القيم رحمه الله: وإنما فعلوا ما فعلوه من تعمية قبره لئلا يفتتن الناس به، ولم يبرزوه، لم يبرزوه للدعاء ولا للتبرك. قال: ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف، ولعبدوه من دون الله، ولا أقاموا له سدنة، يعني خداما، وجعلوه معظما كتعظيم المساجد. قال رحمه الله: فلو كان الدعاء والصلاة والتبرك به فضيلة أو سنة أو مباحة لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر على من لذلك وسنوا لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت من بعدهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عند التابعين عدد كبير من قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالأمصار، وعددها كثير وهم متوافرون، فما منهم استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده ولا استشفى به ولا استسقى به ولا استسقى عنده ولا استنصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فكيف تكون القرون المفضلة جاهلة بهذا الفضل وتظفر به هذه الخلوف التي خلفت من بعدهم علما وعملا؟ ولا يجوز أن يتعلموه ويزادوا فيه مع حرصهم على كل خير. قال رحمه الله: وهذا إن دل يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من الشرك ووسائله.